اعطونا تغريده تاليه وش تقول؟ توصلون شيء ولا شيء يا شباب؟ انا بطل خالد حامد افضل رئيس بلديه. يلا هذه التغريده وصلت لك يا خالد، ازعجتنا وصلت. خالد حامد افضل رئيس بلديه، الله يوفقك ويسعدك مثل ما تسعدنا بالتوفيق يا مبدع. جمهورك من اليمن، اول شيء الله يسعدهم دنيا واخره. كل من دعم خالد سواء من السعوديه ولا من اليمن ولا من ليبيا ولا من اي دوله كلهم على راسي والله، واقدرهم واحترمهم. وهذا دليل على اني كنت رئيس قريه وليس بلديه، رئيس قريه. هو ترى اغر، لا رئيس القريه ترى ما له علاقه برئيس البلديه. خلاص هذا انتم، لكن انا اعتبر لا رئيس القريه ابو كاتب. نعم. رئيس البلديه كذا حلوين. اسمع شو يقول، قول لك انت تبغى تسولف. ايوه ابو نايف رئيس القريه هني تقول لي ابو كاتب. يا رب يجي ابو كاتب. امزح على المغرب يا رب. ها انتم كاتب. ايوه كذا طحت من عيني يا خالد. أيوة. خالد كنت احبك والله، طحت من عيني. ليه؟ تفشلني كذا قدام الجمهور؟ لا يا اخي احبك. ما له داعي ترى، ما له داعي. الوعد بعد شوي، الوعد بعد شوي. طيب اعطونا فيديو خلونا نشوفه وراح نرجع لكم مره ثانيه. الله يوفقك يا خالد عبد الرحمن. الله يوفقك يا خالد عبد الرحمن. هذا مين؟ هذا رتيل جميلي ما شاء الله. هذه رتيل بنت اختي يا حبي لها، اقول الله يسعد. هذه رتيل، هذه رتيل اخت خزامه طبعا. ما شاء الله وصلت يعني خلاص؟ وصلت ما شاء الله. هذا الموت مره خالد حامد الخفيف. طيب ايش تقول يا جميري؟ جميري ايش تقول؟ ايش تقول؟ ما سمعت. اقول انا ما شاء الله. كمل كمل ناظر. قول هذا المؤتمر ما شاء الله تبارك الله جدا جميل ويعطي يعني نشر المتسابقين ونقدم لهم سكريات. رساله حلوه. اوكي طيب اعطونا التغريده القادمه وش تقول؟ التغريده القادمه تقول اعطونا. طيب خذوا يا شباب تكفون. معاذ الجمال احنا معك مبتعثين ونتابعك من كندا. معاذ تسمع؟ تسمع معاذ؟ خالي انا اقول لهم احسنوا الظن، يقول للمتسابقين قلت احسنوا الظن. طيب نقرا الرساله؟ نقرا التغريده. معاذ الجماد احنا معك مبتعثين ونتابعك من كندا ونشجعك بقوه. استمر بارك الله فيك، وودنا نصوت لك لكن التصويت فقط من السعوديه. بالتوفيق من تحيه شباب. تحيه للشباب المبتعثين. الله يجملنا يا رب. ارفع صوتك شوي. اقول الله يجملنا. سبيكر يا شيخ ما يطفي صوتك. سبيكر ما شاء الله ما يطفي مايك ابو مبارك. ايش قصدك؟ اسلم يا خالي. اقول الله يجملنا يا رب وشباب مبتعثين. والله شرف لي انهم يتابعوني ويتابعون اخوياي الشباب. والموضوع التصويت والله هذه عندك يا ابو نايف. طب الرساله تكلم بالرساله. الرساله ما حد وصلت الرساله. بيض الله وجيهم وجم الله حالهم. رايتك بيضه. يعطيك العافيه. ودعواتك. طيب خلينا ناخذ التغريده القادمه وش تقول؟ تعالوا التغريده. المتسابق تغريده تقول المتسابق هيثم ملحاني هو فارس الرصيدك، فاهم المسابقه والتنافس الشريف، ربي يسعده ويسعد المتسابقين اجمعين. علق. الله يرضى عليهم. انا اقول الشباب كلهم فارسين ولا الجمعه هذه فارسين فرس ولا الشاهد فرسان زيد رصيدك. يا ليت يا ليت هيثم يا ليتهم ما مدحوك والله. تمون عليك كبر راسك. الشباب كلهم فرسان زيد رصيدك امانه. يعني مش شرط انه الواحد يكون فارس انه ياخذ الجائزه. الكل اعطى، الكل قدم، الكل سوى اللي عليه، والباقي او كله على الله، كله على الله. وان شاء الله تكفينا هذه التغريده، هذه التتويج بالنسبه لنا. اسمع بسم الله عليكم الرحمن الرحيم. بسم الله عليك فارس القحطاني. اللهم سكنه ومساكنه. اعطونا التغريده القادمه وش تقول؟ فارس القحطاني جدتي تشجعك وتحبك وتدعي لك ودائما تتفقدك وقت الوجبات. انت مع الشباب تاكل او لا؟ استمر. الله يوفقك. الله يسعدك. تصوم دايم هذا ها؟ اقول شكلك تصوم 24 ساعه. لا ابشرك حاضر في كل وجبه ابشرك. الله يسعدك. الله يجعل العافيه. والله يسوي رجيم. احنا رجيم ما شاء الله ياكل اخر اليابس. الله يجعل العافيه. الله يعافيك. اسلم اسلم يا حبيبي فارس. بيض الله وجهه. ولو ما يعني افوز الا بهذه الدعوات الطيبه من امهاتنا وجداتنا الطيبات. اكبر شرف. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يطول عمرك يا حبيبي. اسلم يا راجل. اللهم اياك. اسمح لك اصرح بتصريح خطير جدا. قول. اصرح بتصريح قوي. تفضل فارس. شباب ممكن اتكلم؟ تفضل. اقول انا من وجهه نظري الشخصيه لو لقب زد رصيدك في ايدي اعطيت فارس القحطاني. يستاهل. يستاهل فارس. يقول المسابقه كلها والله يستاهل. بدون قصور بالشباب وانا اقولهم ما اعطي نفسي اعطي فارس. فيكم الخير. فيكم الخير. الله يسعدك. يستاهل فارس. يعطيك العافيه. طيب خلينا نشوف التغريده اللي بعدها وش تقول؟ والله تستاهلون. اعطونا التغريده.
يا ليت راجح ينتبه على سعود فهد ويكون معه دائما. احس سعود يزعل لما يترك راجح ويتضايق. الله 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 زعلان انا. لا لا يا ناصر انا زعلان. تعال يا ناصر انا زعلان لان الرجال ما جلسوا عند جنبي الحين زعلان. شو نظام الفصول ذا؟ طيب ابو نايف اسلم يراجع. سعود فهد سلمان وهيبي معاذ مخلد خالد كل الشباب بدون ذكر اسماء عشان ما نتعب الاسماء. والله العظيم كلهم اخوان لي وعزيزين. ممكن بعض الاشياء تفهم باسلوب توصل باسلوب خطا لكن يشهد الله انهم اخوان. وانا قلت لهم برا الهواء ودخل الهواء بعد البرنامج قبل البرنامج وسط البرنامج اخوان ويحتزمون في كل العلم. الله يبارك. انا بس ما تكفى من سعود يا معاذ بس عندي تصريح تزعل اذا راح اذا خلاك تزعل. لا شباب هدوء تكفون. لا والله لا والله بستانس اذا راح تستانس. وين هو راجع؟ لا يا ناصر معليش الشباب كلهم مثل بعض زين بس ممكن موقف موقفين يجمع انا وراجع والناس الله يهينهم. عرفت شلون؟ انا ضرب جنبي زعلت في تساؤلات كثيره في البرنامج. تساؤلات فلان يزعل من فلان ليش مدري ايش. التساؤلات هذه اجابتها في اول يوم بعد انتهاء البرنامج. هذا الكلام الله يبيض وجهك. نعم وصلت الرساله. عموما التغريده هذه لعلها اخطات قالت هاشتاج. طيب كمان التغريده. الو هيبي كلنا معك في السلطنه وتحيه خاصه لكل الشباب اجتهدوا واستمتعوا. نسمع يا شباب تكفون. والله هدوء. طيب الو هيبي كلنا معك في السلطنه وتحيه خاصه لكل الشباب اجتهدوا واستمتعوا في الوقت لا يقدر بثمن. ونبارك لعبد المجيد فوزان صدقا. نبارك لاخونا المنشد عبد المجيد فوزان على تدشين كليب السلام سلام. وتحيه خاصه لاخونا عبد المجيد. اسلموا هيبي. اول شيء بيض الله وجيههم وصراحه كلامهم يعني يسجل بماء الذهب. وهي نصيحه لي وللشباب انه يستغلوا اوقاتهم. زياد اليوم في فرق حركه يا اخي. حركتك يا زياد مره فوق كرسي مره تحت كرسي مره بجنبك. خلاص وتذكر الشباب ان لكم متابعين كثر من السلطنه ويحبوكم ويعزوكم. وهذا والله تحيه وسلام خاص من القلب بالنيابه عنكم جميعا الى اهلنا في السلطنه. انا دائما البس لبسهم حلو والله من محبه فيه. الله اي والله والله من محبه. قبل اسبوع قصدك ايه؟ قبل اسبوع كنا معاذ بعد عيني. قبل اسبوع كنت معك يا لهيبي كنا نتكلم عن يوم عماني صح ولا لا؟ تبي تجيب زي عماني وتبي ما شفت شيء. قريب متى قريب؟ خيار ترى بكره السبت برايم. بكره سبت برايم. بكره جاي. لا بكره. عسى الله ترى احنا كذا بننتظر. لا ما يصح اليوم برايم بيزنا على بكره. شباب احنا انتهينا من التغريدات. ليش؟ لا ترى والله ما جاني وقت انتهينا من التغريدات. بيض الله وجهكم. في فيديو قادم عندنا. اي خدمه. انا اخلي مسؤوليتي كامله. خالد ابوي لو سمحت خالي الله يطول عمرك. امشي اجل استريح. بجلس هنا. ليش انا امشي؟ اخرعني دامك لا مسؤوليه. فارس انا امشي وبي جلس هنا. خلاص بي جلس تو جلس نمدح. طيب استريح عليك على الفيديو ولا خلاص بس نختم فيه نمشي؟ ما تعال معنا طبعا الفيديو. لا والله انت ثقيل ولا ما ودي اخرب عليك. خلنا نشوف الفيديو. يلا الله يسعدكم. هيثم اخوك هشام كلمني ويبي انا الوالده معاي هنا وبيجي هو الوالده. يعني هيثم خليك على نشوفها وانت على اللوكيشن. هذا هيثم هيثم يدك. زياد الشهري وانا وين نمعني مثل نام على النومن. اوكي هذا اخونا وحبيبنا سعود غربي. ترى بعطيكم معلومه والله اني ارسل اكثر من مقطع ترى بس في بعضها فيها نكبات. والله فيها نكبات عشان كذا اخذت لي مقطع واحد كويس حليو. الله يسعدك ابو غربي ابو مكي وحبيبي وصل وهو كان يقصد حاجه في السناب.
فهمت انه بيصرح فيها او حاجه زي كذا. تفضل يا هيثم. بالله ترجم ايش قاعد يقول فيه؟ والله ما اقدر. والله والله العظيم اني فهمت ايش قال. طيب رد عليه. اقدر اسلم ابو غربي الحين؟ خلاص برد عليه. تبغى ارد عليه؟ رد عليه. فهمت من هنا من هنا من هنا من هنا. اوكي. انا اقدر اسلم ابو غربي. يا شباب. يا شباب. هيثم. ليه هيثم راح المقطع اخوه هشام في اللي فيه والله في الحرب. انا اشكر الشباب اليوم العيش بلاش جاي. ماشي. الله يرضى عليك يا سعود غربي، نور مكة ونور الغربية. وإن شاء الله أخوي يقوم بالواجب، ومحمد مكي ما قصر معاه والله. طيب يعطيكم العافية جميعا، كان ختامها مسك مع أخونا وحبيبنا سعود غربي وأيضا المتسابق محمد مكي. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. انتهت فقرة مؤتمر الجمهور. نتأسف جدا إذا كان في بعض الرسائل قد تسيء لكم، في رسائل قد تكون بشكل خطأ. يعطيكم العافية، بيض وجهكم. السلام عليكم. Sous-titrage Société Radio-Canada.